اهلا بكم، معكم احمد خلاف من قناه المحترف اكشن. في شرحنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على طريقه زياده الرام الافتراضي في ويندوز 11 لاي جهاز عليه ويندوز 11. هنعرفك النهارده ازاي ان انت تزود الرام الاضافي عشان خاطر الجهاز يبقى اسرع سريع جدا معاك. تابعونا. اهلا بكم، معكم احمد خلاف من قناه المحترف اكشن. في شرحنا النهارده هكلمك النهارده ان شاء الله عن طريقه زياده الرام الافتراضي في ويندوز 11. كل اللي انت هتعمله هتدخل على قائمه ستار، ومنها تدخل للسيتنج، هتستنى لما تفتح معاك قائمه السيتنج، وبعد كده هتختار سيستم، ومن سيستم هتنزل لحاجه اسمها ستورج هتضغط عليها، وبعد كده تطلع معاك القائمة ديت هتنزل للخيار اللي هو Advanced Storage Setting هتضغط عليه، ومن الخيار ده هتختار منه الخيار اللي هو هتختار الخيار ده اللي هو Storage Used on Other Drives هتضغط عليه، وبعد كده تبدأ تختار البارتيشن اللي هو عليه النظام اللي هو كورس السي هتبدأ تضغط عليه منه، بعد كده هتختار حاجة اسمها System Received هتبدأ تضغط عليها. هتطلع معاك الواجهة اللي احنا شايفينها ديت، من هنا الفورتبل ميموري باين قدام ان هو 6 جيجا. الا حاجة احنا هنلعب ان احنا نزود الرام الاضافي ده، هنخليه زيادة شوية عشان خاطر اللابتوب او الكمبيوتر يبقى سريع معنا شوية. كل اللي احنا نعمله دلوقتي عشان نبدأ نزود الرام الافتراضي بتاع ويندوز 11، هنبدأ ندخل تاني على ستار، ومن ستار هنضغط على سيتنج، ومن سيتنج هنبدا ننزل لحاجه اسمها اباوت، هنبدا نضغط عليها، ومن اباوت هنضغط على ادفانس سيستم سيتنج ديت هنبدا نضغط عليها. هتطلع معانا الواجهه ديت او القائمه ديت، من القائمه ديت كل اللي احنا نختاره نقف على ادفانس، وبعد كده هندوس على سيتنج، وبعد كده هنختار ادفانس تاني، وبعد كده نتاكد ان العلامه ديت موجوده هنا، ونبدا نختار كلمه تشينج، وبعد كده نشيل علامة الصح ديت، وهنيجي هنا نعلم على custom size هنبدأ نضغط عليها. يطلع معانا الخيارين ده، تمام. الخيارين دول اللي هو اول خيار ده نبدأ نحط فيه الحد الادنى للرام، والخيار التاني نبدأ نحط فيه الحد الاقصى للرام. زي ما احنا ما شوفنا في الاول عرفنا الرام بتاعنا قد ايه، هنبدأ ندخل على الآلة الحاسبة، تمام. في حالتي انا عندي 6 جيجا رام، هبدا اكتب 6 من هنا، وبعد كده هبدا اضرب الستة في 1024 بوحدة الميجا، بعد كده هدوس على يساوي هتطلع معايا 6144. بعد كده هبدا اعمل ايه، اضرب 6144 ديت اضربها في 1.5، تمام. بعد كده ادوس على يساوي هيطلع معايا 9216. هبدا ادخل للقائمة اللي احنا هنحط فيها الحد الادنى، وهبدأ احط الرقم اللي طلع لي ده، تمام، 9216، تمام. حطينا 9216، بعد كده برجع تاني عشان خاطر احط الحد الاقصى، لازم كمان احط الحد الاقصى هنا، وده هيكون ازاي. هدخل تاني على الآلة الحاسبة، بعد كده هضرب الرقم اللي طلع لي ده اللي هو 9216، هبدأ اضربه في كام، في 3، وبعد كده ادوس على علامة يساوي هطلع لي 27648. هبدأ اخد الرقم ده احط الرقم ده في الحد الاقصى للرام، تمام. ولازما تمشي شوف الرام عندك قد ايه وتمشي على نفس الخطوات ديت، كل 1 جيجا ب1024، تمام. وبعد كده هبدأ ادوس على كلمة سيت، وبعد كده اوكي، وبعد كده هدوس على ابلاي، وبعد كده اوكي، تمام. وهنا هدوس على كلمة ابلاي، هنا بيطلب ان انا اعمل ريستارت، ولازم تعمل ريستارت ضروري جدا عشان خاطر يبدأ يثبت. ورجعنا لكم من تاني بعد ما الجهاز عمل ريستارت. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي نوقف على قائمة ستارت ونضغط كليك يمين ونختار التاسك مانجر، بعد كده هنختار بروفيمنس، الخيار ده هنضغط عليه، وبعد كده نختار ميموري هنضغط عليه، تمام. هتلاقي عندك هنا ذاكرة الرام
وزيادة الرام ديت هتخلق ان اللاب او الكمبيوتر بتاعك بقى اسرع من الاول بكتير. لو استخدمت اي برامج ولا حاجة مش هتلقى فيه التهنيج او التعليق ده، هتلقى الجهاز سريع معاك اكتر من الاول. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.